النفط الذي لا ينضب، كيف تربح السعودية من الحج؟ يشير مختصون في المجال النفطي إلى احتمالية نضوب النفط خلال 20 سنة القادمة، لكن الحج إلى بيت الله الحرام الذي أوجبه الله على المسلمين هو نفط السعودية الذي لا ينضب. ولم يعد خفيا حجم المورد المالي الذي يشكله موسم الحج للسعودية، والذي يناهز 7 مليارات دولار ينفقها 2.5 مليون من الحجيج سنويا. وقدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقاربة اقتصادية جديدة من خلال رؤية المملكة 2030 تطمح بإضافة 30 مليون حاج ومعتمر بإجمالي إيرادات يصل إلى 50 مليار دولار سنويا حول تحقيق الرؤية. فكيف تربح السعودية من الحج؟ أولا، بداية من استصدار الحجاج لتأشيرات الحج التي تبلغ قيمتها 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 533 دولار، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأداء الحج والعمرة لأول مرة بعد أن كانت لا تتجاوز 350 ريال بنسبة تضخم تصل ل500%. بحسب تصريحات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، فإن عدد حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج هذا العام بلغ 1,838,000 حاج، منهم 969,000 حاج ذكر، أما الإناث فبلغنا 868,000 حاجة. فكم حصلت السعودية لقاء السماح لهم بالحج؟ لا تقل أدنى تكلفة مالية للراغب بأداء المناسك بإحدى الشركات العمومية عن 3,500 ريال سعودي، أي ما يعادل 930 دولار لحجاج الداخل من فئة الحج الميسر عفوا. البرنامج مصمم ليكون ذو تكلفة ثابتة لمن يرغبون المبيت خارج مشعر منى في عمائر سكنية في محيط مشعر منى، لكن المتوسط العام لأسعار الحج في برنامج الحج العام يتجاوز 7,000 ريال سعودي، أي ما يعادل 1,870 دولار. تبلغ إجمالي تكلفة الحج بالنسبة للشخص الواحد من حجاج خارج السعودية بين 4 و5 آلاف دولار في المتوسط. يبلغ متوسط إنفاق الحجاج على السكن والطعام والهدايا نحو 2,500 دولار. التقارير تشير إلى زيادة مضطردة لأسعار الحج عقب فرض السعودية ضرائب على الفنادق والخدمات. أما عن خدمات النقل التي ينتعش سوقها خلال موسم الحج فتشهد ازدهارا ملحوظا. بحسب صحيفة عكاظ، أشار عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وعضو لجنة النقل محمد سعد القرشي إلى أنه من المتوقع أن تصل العوائد المالية لـ300 شركة نقل بداخل مكة فقط ستصل لـ900 مليون ريال، أي ما يعادل 240 مليون دولار من نقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام. الشركات تنقل أكثر من 3 ملايين حاج عبر أكثر من 50,000 حافلة من الداخل والخارج. وقد بلغت تذكرة نقل الحاج من كودي إلى المسجد الحرام ذهابا وإيابا 15 ريال، أي 4 دولارات، بعد أن كانت لا تزيد عن 4 ريالات. قبل سنوات أشارت الغرفة التجارية بمكة المكرمة إلى أن موسم الحج يمثل 70% من الإيرادات السنوية للمدينة، ويقدم الآلاف من الأعمال الموسمية لشباب وشابات مكة. لا يكاد يعود حاج إلى وطنه خالي الوفاض من الهدايا لأهله وأصدقائه، فعلى الرغم من الأسعار الباهظة لها، إلا أن الحجاج يرون فيها شيئا من روح مكة، علها تؤنس اشتياقهم عند عودتهم إلى ديارهم، على الرغم من كون أغلبها تصنع في الصين. لا توجد أرقام رسمية حول تجارة الهدايا في موسم الحج، لكن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن حجمها يفوق مئات الملايين من الدولارات. ينعش وجود الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة مهن خاصة عدة كتجارة اللحوم والحلاقة وتحويل العملات، وتلعب مهنة تحويل العملات دورا حيويا في التدفق الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات بالسعودية. ستظل هذه الشعيرة رافدا للاقتصاد في مكة ما بقي الإسلام، وسيظل المسلمون يحرصون على أداء واجب الحج مهما ارتفعت تكاليفها.
وعبر عقود طويلة تمتد لرحلة ما قبل النفط، كان موسم الحج ولا يزال يمثل موردا للدخل في السعودية، إذ أن متحصلات وحوالات رسوم الحج الفعلية كل عام وأنصبة القطاعات المختلفة من عوائده، وكذلك الطلب على الريال السعودي خارجيا خلال تلك الفترة، وهو ما يمكن الإشارة إليه كبعد اقتصادي كلي. وقد وضعت رؤية السعودية 2030 هدفا واضحا يقضي برفع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر بحلول سنة 2030، وتعتمد خطة 2030 على زيادة الحجاج لما تمثله من مصدر دخل ثابت للمملكة، وكذلك لمساعدة الحج في مشروع صنع في مكة، وبالتالي ينعكس على الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الإيرادات 50 مليار دولار ريال سنويا مع تحقيق أهداف الرؤية. في حين يقدر بعض الاقتصاديين أن تتجاوز إيرادات الحج والعمرة 40 مليار ريال سنويا، مشيرين إلى أن هذه الإيرادات تصب في صالح القطاع الخاص وليس في خزينة الدولة، ولا تمثل من الناتج المحلي أكثر من 4%. نفقات الحجاج من داخل السعودية وخارجها خلال العام الماضي تراوحت ما بين 20 إلى 26 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار، بزيادة كانت متوقعة عن إيرادات سنة 2016 التي وصلت فيها الإيرادات إلى حوالي 4 مليارات دولار. وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية منصور التركي أن عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تجاوز 2 مليوني حاج. وقال التركي في مؤتمر صحفي للأمن العام والجهات المشاركة في الحج إن عدد حجاج الداخل لهذا العام قدر ب240 ألف حاج من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن 6% من حجاج الخارج استفادوا من مبادرة طريق مكة، حيث قال إن المملكة مستعدة لتوفير مبادرة طريق مكة في أي دولة في العالم، لكن بشرط تلقي طلب من الدولة بذلك مع توفر كافة المتطلبات الخاصة بهذه المبادرة، مبينا أنه بدأ تطبيقها العام الماضي مع الحجاج الماليزيين. وتصدرت إندونيسيا قائمة البلدان الإسلامية من حيث أعداد الحجاج بنحو 260 ألفا، تلتها باكستان بحوالي 143 ألفا، ثم الهند ب120 ألفا، وبنغلاديش ب100 ألف، وتأتي بعد ذلك نيجيريا في المرتبة الخامسة ب77 ألفا، وتركيا ب63 ألفا، ومصر ب62 ألفا، الجزائر 28 ألفا، والمغرب ب25 ألف حاج. وكشفت أن عدد المعتمرين في العام الماضي وصل في مجمله إلى 19 مليون معتمر، في حين بلغ عدد الحجاج 2,600,000 حاج من الداخل والخارج. ألف رحلة عبر قطار المشاعر. تقول هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة أنها باعت 360 ألف تذكرة لقطار المشاعر لحج هذا العام حتى الآن، وأضافت أنها عملت على تهيئة قطار المشاعر لنقل أكثر من 2,000,000 حاج عبر أكثر من 1,000 رحلة خلال 7 أيام، وتجهيز 9 محطات موزعة على عرفات ومنى ومزدلفة، واستخدام 60 بوابة للدخول والخروج. أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الخدمات في قطاع الخدمات العامة المقدمة للحجاج بلغ أكثر من 136 خدمة مقدمة من 19 جهة حكومية، وعدد القوى العاملة على ذلك يقدر ب 192 ألف شخص، منهم 3,140 من الإناث. تتابع أنظار المسلمين في 9 من ذي الحجة من كل عام تتابع عملية استبدال كسوة الكعبة الحالية بكسوة جديدة، وتبلغ تكلفة صناعة الثوب تقريبا حوالي 5 مليون وتقريبا 6 مليون دولار، ويعمل عليه أكثر من 200 موظف من الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة على هذه الصناعة، إذ ينتجون الكسوة الخارجية والداخلية للكعبة، إضافة إلى الإعلام والقطع التي تهديها الدولة لكبار الشخصيات.